تصوير الأطفال المولودين حديثا أنه يكونوا خلال أول أسبوع من ولادتهم. السبب لهذا الشيء أنه بيكون الولد بعد فيه الطعجة بالإجرين والإيدين من نفس الوضعية اللي كان فيها ببطن الأم، فهذا الشيء بيساعدنا أكثر نحطهم بسلات مختلفة وبيكون أريح لنا بالبروبس اللي نحن بنستعملها. وكمان الولد بهالعمر بيكون بعده كتير نايم ومش كتير بحس على الأشياء اللي نحن عم نعملها، وهذا الشيء بيساعدنا أنه نكون أخذين أكثر احتياطاتنا والشغل بيكون اكثر سيف، لانه الولد حجمه كثير صغير وما عندنا ريسك انه يتحرك وما عنده القدره انه يلبط حاله من اي بروب نحن بنحطه فيها. فهذا الشيء كثير ريكومندد لاي حدا بحب يعمل نيو بورن فوتوغرافي. كثير انه كل عائله تعمل هالنوع من التصوير للمواليد الجداد، لانه طريقه حلوه انه الواحد يخلد الذكرى، ذكرى ولاده هيدا المولود، لانه الواحد يعني مع الوقت بينسى هيدي التفاصيل الصغيره، فحلو انه يكون عندك حدا يخلد لك هيدي الذكرى للمولود. تصوير المواليد الجداد بهيدي الطريقة هو شيء من تقاليد البلاد الغربية والأمريكية والأوروبية، فهلأ نحن عن جديد صار كومن عنا وصارت الناس تحب هيدي الفكرة، ولهيدا الشيء أنا حبيت بلش بهيدي الأيديا بما أنه أنا I am a family and children photographer. بتصوير المواليد الصغار هو انه نحرص على سلامته وطريقه التعامل معه، يعني الولد بهالعمر بيكون بده دفى، فنحن عنا دفايات انه يضل البيبي بجسمه دافي، وكل المعدات اللي بنستعملها فور بوزينج ذا بيبي لنعمل له البوز، البلانكتس اللي بنستعملها كل الفابريك لازم يكون كله كتير سوفت على الجلد تبع البيبي، والطريقه اللي بنحرك فيها البيبي لازم تكون فيري سيف وببوزيشنز انه دائما يكون في ايد على الولد، والبقيه الريتاتشنج بنعمل بالفوتوشوب. أكيد في كمان طرق معينة يلي لازم نمسك فيها الولد وطرق مطارح إنه ما لازم نمسكها بجسمه، وأكيد أنا بطريقة معينة بحاول روقه وهديه وخليه يرجع يخفى. أكيد بدنا نحكي كمان إنه لما يكون عندنا مولود صغير الأشياء كلها بتتعقم قبل ما يجي، منشان ما يصير في أي نقل ميكروبات بين الأطفال، لأنه أوقات بيصير في حوادث، فكل شيء بيكون منظف والمشات كلها مغسلة وكل شيء معقم. شيء ما تفكروا انه فيكم تعملوا هذا الشيء بالبيت، رجاءً تروحوا عن حدا مختص بهذا النوع من التصوير لحفاظ على سلامة ولادكم.